endodontic. ايش المقصود في endodontic؟ قلنا هو root canal treatment RCT. ايش المقصود في الاندو؟ اندو المقصود فيها انسايد داخل، دونت مقصود فيها توث، كلها كلمات إغريقية المقصود فيها ايش؟ انه انسايد ذا توث. تمام، endodontic المقصود فيها انسايد ذا توث. طيب what is endodontics؟ يعني اوكي داخل السنة، يعني ايش هو؟ عبارة عن branch of the dentistry، يعني هو ايش؟ فرع من فروع الدنتستري، زي ما عندنا البريو، عندنا الكونس، عندنا كده. فالاندو هو فرع من فروع الدنتستري. ايش يهتم؟ يهتم في الدياجنوزيس زي ما تكلمنا، يهتم في التريتمنت، تمام، انه العلاج، يهتم في البروجنوزيس ما بعد العلاج ايش اللي حيصير، ويهتم في البريفنشن اني انا احمي انه يحصل هذا او يصل التسوس للعصب. كل هذه الحاجات of the disease or injuries of the pulp and periapical tissue. ما هو لو ما وصل البلب معناته ايش؟ كونس كونزرفاتيف، صح؟ فاي حاجه من الحاجات هذه تعتني في البلب او البري ابيكال تيشو زي ما اتفقنا. طيب ايش السكوبس اوف ذا اندودونتكس؟ ايش المجالات اللي في الاندودونتك؟ متى انا اقدر اشتغل الاندودونتك؟ في حاجه اسمها الفايتال بلب ثيرابي، اللي هو البلب كابينج او بلباتومي، وهذه برضه مواضيع ثانيه كل واحده لوحدها. بس المقصود فيها انه لما يكون التسوس واصل قريب جدا جدا من البلب، لدرجه انه ممكن انت تشوف احمرار البلب، فانت كيف تلحق انه تنقذ السنه؟ عن طريق حاجه اسمها الفايتال. ما الفايتال معناته حي، فالفايتال بلب ثيرابي انه تقدر تنقذ العصب. تمام، الحاجه الثانيه لما يكون عندنا دايجنوزس اند ديفرنشال دايجنوزس اوف ذا اورال بين. تمام، يعني انا اقدر او المفروض، المقصود الان في السكوب اللي هو يعني متى انا كاندودونتست كاخصائي علاج عصب اقدر اشتغل، هذا المقصود فيها، او ايش المجالات اللي انا اقدر اشتغلها. تمام، فانا ممكن استخدمها في الدايجنوزيس ديفرنشال دايجنوزيس، تمام، اللي هو تشخيص لانه احيانا الالم تبع السنه احيانا ما يكون من السنه نفسها، من امراض اخرى، وهذه تسمى ديفرنشال دايجنوزيس. تمام، طيب عندنا الروت كانال تريتمنت لما احتاج اسوي علاج للعصب with or without pre apical or pre radicular pathosis. تمام، زي ما اتفقنا انه بعد ما يوصل التسوس للبلب قد يوصل البري ابيكال او قد ما يصل، تمام، بس بالنهايه يوصل البلب، فمحتاجين نسوي له علاج عصب. غير كذا السيرجيكال مانجمنت اوف ذا باثوسيس اور بلب باثوسيس، لما احتاج اتدخل تدخل جراحي في انه السبب التدخل هو البلب باثوسيس، يعني التسوس او البكتيريا وصلت لايش؟ العصب، ولكن لسبب ما انا ما اقدر اسوي علاج العصب العادي، فمحتاج ادخل جراحيا. تمام، مانجمنت اوف اللي هو الأفلس التيث. تمام، مش أحيانا سمعتم إنه الطفل الصغير كان بيلعب كورة بيكون طاح وواحدة من الأسنان طلعت من مكانها. تمام، لما تطلع السنة من مكانها كاملة كأنها انخلعت، هذه تسمى الأفلس التيث. تمام، فعادة بيسوي لها حاجة اسمها إيش؟ ريبلانتيشن، اللي هو إعادة الزراعة أو إعادة إنه يرجعوها مكانها. ف كمان هذه لانه هيرجعها مكانها محتاج انه يسوي لها عصب قبل ما يرجعها مكانها، او يرجعها بعدين يسوي عصب، فهذه برضو يعني من مجالات الاندودونتست، اخصائي ايش؟ الاندو. غير كده عندنا حاجه اسمها الاندودونتيك امبلانت، هي مش زراعه امبلانت، ولكن هنشوف لها صور في المحاضرات الجايه. تمام، ولكن هذا اخصائي ايش؟ الاندودونتيك هو اللي يشتغلها. غير كده عاده عندنا حاجه اسمها الروت اند ريسكشن والهيميسكشن والروت ريسكشن، هنعرف الفروقات بينهم بعد شوي بالصور. طيب عندنا الريتريتمنت اوف بريفيسلي تريتد اندودونتيكلي، يعني احنا سوينا علاج عصب ولكن العلاج هذا ما تم بشكل كويس او لسبب ما صار في خطا والالم لسه موجود، فمحتاج نسوي ايش؟ ريتريتمنت، اعيد علاج العصب مره اخرى، هذا اخصائي الاندودونتكس. كمان من مجالات الاندودونتكس هو البليتشينج اوف ديسكالر توث، البليتشينج اللي هو التبيض اللي تسمعوا فيه، تمام، ليس النظافه، التبيض. غير كذا حاجه اسمها اللي هو الكورونا ريستوريشن اوف ذا توث بوست انكور، تمام، زي ما اتفقنا البوست هيدخل مكان القناه او الكنال، فمعناته خلاص انت دخلت في حته البلب اللي هو المسؤول عنها اخصائي مين؟ الاندودونتيك. اوكي، طيب احنا تكلمنا انه في الروت اند ريسكشن والروت ريسكشن والهيميسكشن، هذا المقصود فيها. الهيميسكشن مقصود فيها اني اقسم السنه لنصفين، خصوصا هذه في اللور مولر. تمام، ليه اللور مولر؟ لأن اللور مولر فيه تو روتس، فلما نقسمها كده فبيصير عندنا وان روت. الهيميسكشن لو انديكيشن كونترا انديكيشن، اشياء كثيره يعني محاضره واحده، ولكن تكونوا عارفين ايش المقصود في المصطلح.
ولو لاحظت انه في الهيمي سكشن انه قسمنا السنه واخترقنا البلب واحيا الروت حتى صح، اللي هو الكنالز. فهنا دخل موضوع الاندودونتيك، لانه الاندودونتيك محتاج انه يسوي برضه علاج عصب. تمام، لو لاحظتوا البوست والكور، لاحظوا البوست او المسمار، المسمار داخل لوين؟ داخل للقناه. هذا المقصود في البوست والكور. الروت اند ريسكشن اور الابيسكتومي، المقصود فيها انه احيانا نحن نسوي علاج عصب ونسوي علاج عصب مظبوط وكل حاجه، ولكن شايفين هذه التفرعات اللي هنا كثيره، احيانا هذه ما تتسكر كامله، واحيانا يرجع المريض في الم ثاني، نعيد علاج العصب برضه نفس المشكله. فاحيانا لانه ما بنقدر نغطي هذا المكان نضطر انه نقطع هذا المكان وبعدين ايش نحشيها عادي. فالروت اند ريسكشن او الابيسكتومي هو انه انا اروح اشيل اللثه اللي موجوده هنا وافتح مكان العظم حتى اوصل لحته الابيكس، لمنطقه الابيكس، واقطعها. تمام، فلو قطعتها 1 ملي لاحظ انه لسه باقي تفرعات، لو قطعتها 2 ملي لاحظ انه لسه باقي تفرعات. فالافضل دائما وبعدين هتاخذها محاضره كامله انه تقطعها 3 ملي، فتيجي لين 3 ملي تقطع هنا وبعدين تسوي علاج العصب العادي. تمام، افهموه كمصطلح، لكن هذا محاضره لوحده، ليش انت تسوي كذا ومتى تسويها محاضره لوحده. تمام، عرفنا الروت اند ريسكشن. لو لاحظتوا هنا شال اللثه، شال جزئيه العظم اللي هنا، قطع المكان هنا وايش وسوى علاج عصب، بعدين عادي رجع اللثه مكانها وخيط. تمام، وحشاها بحشوه عاديه هنا وبعدين حط ايش الكتابيركا اللي اتفقنا عليها وبعدين عادي سوى الحشوه العاديه. اما الروت ريسكشن او اسمه اللي هو الامبيوتيشن، تمام، هذا اني اروح اشيل روت فقط، الهيمي سكشن اشيل الروت والكراون اقطعهم كده مع بعض. لو لاحظتوا مثلا زي هذه الصوره، هذه ايش هيمي سكشن، لكن الروت ريسكشن او الامبيوتيشن لاحظوا هنا الصوره بس شلت الروت. طبعا لها اسبابها ودواعيها ومحاضره لوحدها، ولكن هذه كمصطلحات لازم تكونوا عارفينها، الروت ريسكشن والامبيوتيشن الهيمي سكشن والروت اند اللي هو ريسكشن. طيب